فرح رح نبلش بمساحتنا الطبية اليوم. رح نحكي عن موضوع هلا كنا عم نحكي تحت الهواء عن شوية مواقف صارت معنا أدت لانخفاض الضغط. طبعا انخفاض الضغط العالم ما بتفضله أكثر، وخاصة الأطباء، أكثر من ارتفاع الضغط كونه أضراره على الجسم هي أقل. لكن إذا كان مرتبط بأمراض وحالات مرضية مزمنة ممكن يكون مهدد للحياة ويؤدي لإغماءات. لنحكي أكثر عن الأعراض، عن العلاجات، التفاصيل الطبية. معنا الدكتور حسن ابراهيم، اخصائي قلبيه واوعيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. يسعد صباحك دكتور مره ثانيه. يعني اليوم عم نحكي نحن عن الضغط. هلا مين ما حكينا بالشارع او بين بعض بيقولوا شيء بيرفع الضغط، شيء بيرفع الضغط. بس بالاول قبل ما نفوت الضغط او اضطرابات، اذا صح التعبير اضطرابات بالضغط، خلينا نعرف شو هو الضغط الطبيعي للانسان. انت بيعرف الانسان انه هو بالحد الطبيعي ما عنده اي مشاكل بالضغط؟ خلينا نعرف أول شيء ارتفاع الضغط وهبوط الضغط والضغط الطبيعي. تمام. في عنا نوعين من الضغط، الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. الضغط الانقباضي يلي هو الرقم الأعلى أثناء القياس لما نسمعه، وهذا بيعبر عن قوة تقلص العضلة القلبية. والضغط الانبساطي يلي هو وقت يختفي الضغط ونحن عم نقيس الضغط، وهو الرقم الأصغري، وهذا نحن بنسميه الضغط الانبساطي. وهذا الضغط يلي بيأثر عن قوة العضلة القلبية أثناء الاسترخاء. هلأ الرقم الطبيعي للضغط عادة هو الانقباضي لازم يكون ما بيتجاوز ال 14 ملم أو 140 ملم زئبق ماكسيموم، والانبساطي بده يكون ما بيتجاوز ال 90 ملم زئبق. هلأ الضغط بين ال 60 وال 90 هذا ضغط انبساطي طبيعي، والضغط بين ال 80 وال 140 ملم زئبق هذا ضغط انقباضي طبيعي. هلا كل ضغط هو اعلى من 140 ملم زئبق على 90 ملم زئبق هذا اسمه ارتفاع ضغط. هذا يجب ان يحمل محمل جد، وهذا بده تدبير وله اجراءات معينه، من بينها تغيير نمط الحياه والحميه عن الملح، ولازم تأخذ علاجات دوائية، لأن الضغط هو شغلة خطيرة وصعبة وبتأثر على كل الأعضاء النبيلة في الجسم. لكن إذا نقص الضغط الانقباضي عن 90 ملم زئبق والانبساطي عن 60 ملم زئبق هذا صار اسمه هبوط ضغط. هذا له يعني تدبير معين وله توجهات معينة. إذا هبوط الضغط هو أقل من 90 ملم زئبق الانقباضي، والانبساطي بده يكون أقل من 60 ملم زئبق، والضغط الطبيعي بين 90 بين 80 وال 140 ملم زئبق. نعم دكتور، في كثير ناس لما هي بتقيس ضغطها أو بتروح عند أي حدا أو بتحس بهي الأعراض تبع انخفاض الضغط بتقول أنا طبيعة جسمي انه ضغطي هيك، انه ضغطي منخفض دائما. هل هي المقوله صحيحه؟ في ناس ضغطهم منخفض دائما شيء طبيعي ولا لا هي حاله مرضيه؟ تماما، هذا شيء طبيعي. في ناس متعودين على انه ضغطهم يكون واطي، هدول ما بيشكوا من اعراض، وهذا شيء منيح، وهذا الضغط ما له اي مشكله. بالعكس، نحن الناس يلي بيكون عندهم ارتفاع ضغط خلسي، ارقام ضغط عاليه والضغط عم يرتفع عندهم بشكل تدريجي وببطء، هدول ما بيحسوا باعراض ابدا، وهدول هن بيساووا خطر على الانسان. لانه بياثروا على القلب والدماغ وعلى كل الاعضاء النبيله الموجوده بالجسم. فالانسان يلي متعود على ضغط معين بتلاقيه مرتاح، جسمه متعود على هذا الضغط. هلا في انسان متعودين على ضغط رقمه معين، اذا ارتفع 20 ملم زئبق او 10 ملم زئبق بتلاقي ضاج، صار عنده هياج، صار عنده قلق، صار عنده انزعاج، صار عنده صداع، صار عنده وشيش. في ناس متعودين على ضغط معين، صار عنده هبوط 20 ملم زئبق ولو كان المقدار قليل، بتلاقي صار عنده دوخه، صار عنده غشي، صار عنده هيك شويه تعرق، ببلش يحس حاله عم يدوخ، عم يشوف سمادير، الرؤيه مو واضحه عنده. فالانسان المتعود على رقم ضغط طبيعي او ضغط معين سواء كان واطي هو متاقلم معه، وسواء كان عالي هو متاقلم معه. هلا الارتفاع المفاجئ والانخفاض المفاجئ بالضغط هون المشكله، وهون الاعراض بتظهر عند الانسان. نعم دكتور، كنا عم نحكي عن الظروف المحيطه بالانسان، من حالات فرح شديد او غضب او حزن شديد، قد ايه بتاثر هي على الضغط من حيث ارتفاع الضغط او انخفاض الضغط؟ خلينا نحط ببالنا شغلتين، الضغط
وعدد ضربات القلب. نعم. هدول الرقمين أو هدول الثابتين متعلقين بالحالة الفيزيولوجية للإنسان، فهنن ما هنن أرقام ثابتة. الضغط إذن عند الإنسان ما هو رقم ثابت، وعدد ضربات القلب ما هو رقم ثابت، وهنن بيتغيروا وفق وضع الإنسان ووفق حالته النفسية. نعم. ووفق الظروف يلي عم يمر فيها. الإنسان يلي بيكون نايم ومرتاح وأعصابه هادية بيكون عدد ضربات قلبه قليل وبيكون ضغطه في الحدود الدنيا واطي. أما الإنسان يلي بيتعرض لشدة نفسية وتعصيب وزعل، الإنسان يلي بيأكل وجبة كبيرة، الإنسان يلي بيكون عم يؤدي جهد كبير مثلا عم يركض، هلأ الإنسان الرياضي بتلاقي أو اللي عم يركض أو اللي عم يطلع الدرجة، هدول بتلاقي ضغطه عم يرتفع وبنفس الوقت بتلاقي قلبه عم يتسرع. إذا رقم الضغط ما هو ثابت وسرعة القلب ما هي ثابتة، لكن بنفس الوقت يجب أن يكون هذا الرينج ضمن رينج معين. نعم. يعني ما بيزيد عن أرقام كبيرة معينة وما بينقص كمان عن أرقام معينة، لما ينقص في خطورة ولما يزيد في خطورة. لكن في واحد بيجي بيقول لي ضغطي أنا دكتور مرة عم يقيسه بيطلع 130، مرة عم يطلع 120، مرة عم يطلع 110، هذا كله صحيح وكله طبيعي. نعم. لكن حسب حالته هو الشخص بذاته. نعم. طب دكتور يمكن في سؤال شائع بيسألوك يا أغلب المرضى، أنه هل بعض الأدوية ممكن تسبب انخفاض الضغط؟ بالتأكيد. هلأ هبوط الضغط بشكل عام خلينا نميز بين نوعين من هبوط الضغط. في ناس بالعادة ضغطهم واطي، وهدول الناس يعني هن متأقلمين مع الضغط الواطي وهن عم يأكلوا ويشربوا ويؤدوا كل وظائفهم الحياتية. عموماً هبوط الضغط ما له أي مشكلة وما له أي تأثير، ونحن بننصح الإنسان دائماً أنه يكون ضغطه واطي أفضل ما يكون عالي، لأنه هذا ما بده شيء. لكن الضغط العالي نحن عادة يستدعي منا أنه نخلي المريض يضل يراجعنا لحتى ينضبط ضغطه. هلأ في كتير شغلات بتخلي الضغط ينزل، على سبيل المثال الاسترخاء الشديد، الحرارة المرتفعة، وبين أهم الأسباب يلي بتخلي الضغط ينزل هي الأدوية. نحن بنعطي أدوية للمرضى اللي عندهم ضغط عالي، فأحياناً هالأدوية تؤدي إلى هبوط ضغط شديد. لكن يعني هبوط الضغط بشكل عام هو سليم وما في خوف منه، ممكن نشوفه أحياناً يعني بحالات معينة فيزيولوجية وما له أي تأثير. لكن هذا الضغط نحن لازم نميزه عن هبوط الضغط الخطر يلي هو هبوط الضغط بسبب مرض معين. على سبيل المثال في أمراض قلبية معينة ممكن تساوي لنا هبوط ضغط شديد وقاتل، مثل احتشاء العضلة القلبية السفلي، وهذا تدبيره فقط أنه نعلق له سيرامات ملحية لحتى نرفع له ضغطه للمريض. ممكن نشوفه أحيانا بالصدمة، والصدمة لها أنواع، في عنا الصدمة الإنتانية أو الصدمة التأقية أو التحسسية، وفي عنا صدمة نقص الحجم. صدمة نقص الحجم هي الصدمة الناتجة عن خسارة كبيرة من حجم المصورة الدموية، يعني واحد عم ينزف نزف شديد، هذا عم ينزل ضغطه وعم يموت، إذا نحن ما وقفنا النزف ورفعنا له ضغطه مشكلة، هذا بيكون خطر على حياته. واحد مثلا على سبيل المثال عنده صدمة تأقية أو تحسسية، أخذ حبة دواء أو أكل أكلة معينة أو حبة خضار معينة. في ناس بيتحسسوا بشكل فظيع من أنواع من الخضار، هدول بننصحهم أبدا ما يقربوا على هالخضار، وهدول إذا كان أكلوا حبة فاكهة معينة وتحسسوا منها لازم يكون معهم إبرة إنقاذية يلي هي أدرينالين دغري بيحقنها تحت الجلد لحتى ينفذ بحياته. أو مثلا واحد أخذ حبة بنسلين أو إبرة بنسلين، إذا كان ما أخذ الأدرينالين بشكل سريع تحت الجلد هذا ممكن تكون خطرة على حياته وتروحه. أو أحيانا الصدمة الإنتانية يلي بسبب إنتانات شديدة موجودة بالدم، هدول بدهم تدبير بالصادات. لكن إذا كان صدمة تحسسية خفيفة هدول كافي الكورتيزون مثل الديكساميتازون نعطيهم لحتى نقدر نحن ننقذهم. إذا في عنا هبوط ضغط نحن متأقلمين معه هذا شيء عادي، ننصحهم لهدول المرضى عادة بتوصيات معينة، يتجنبوا الحركة السريعة والعنيفة، ما يوقفوا بسرعة أو يرفعوا بسرعة، وخاصة لما يكونوا فايقين من النوم ما يوقفوا بسرعة مشان ما يدوخوا ويوقعوا. هدول المرضى لازم يشربوا كمية كبيرة من السوائل، لازم ما يعتمدوا على وجبة واحدة.
هلا نحن بننصحهم انه ياكلوا الاكل العادي ويكون الملح اميل شوي للزياده، لكن نحن ما بننصحهم ابدا انه ياكلوا كميات كبيره من الملح، فهدول عاده لهم توصيات معينه. وطالما الانسان عم يقدر يبول معناته ضغطه فوق التسعه فوق الثمانيه، لان الكليه اصلا ما بتطرح بول اذا كان الضغط خفيف. لكن هدوليك المرضى هدوليك على درجة عالية من الخطورة، يجب تدبيرهم، وبيتم عادة تدبيرهم في مشفى وفي عناية مشددة وبإشراف طبي شديد، لأنه هدول على خطر حياتهم، على خطر كبير. نعم دكتور، العمر أوقات بيقولوا أنه الشباب، يقال أنه الشباب هن أكثر حماية من التعرض لارتفاع أو انخفاض الضغط، ما مدى صحة هذا الشيء؟ وبالنسبة للتدخين قد ايه بيأثر كمان على الضغط من حيث الارتفاع أو حتى الانخفاض؟ حكينا من شوي أنه الضغط ما هو رقم ثابت، والضغط يعني يتقلب وفق الحاجة الفيزيولوجية للإنسان. نعم. عادة الكبار العمر، الكبار في العمر تنقص مطاوعتهم مع ارتفاع وهبوط الضغط، ولذلك خلينا نحكي على شغلة صغيرة هي هبوط الضغط الانتصابي. شو هو هبوط الضغط الانتصابي؟ هو هبوط الضغط نتيجة الحركات السريعة والعنيفة. نعم. إنسان متسطح وقام وقف بسرعة، هي نسمع كتير. تمام. وبتصير معنا هلأ لما يوقف بسرعة، أول شيء الأوردة والشرايين في الطرفين السفليين رح تاخذ كمية أكبر من الدم، رح يصير هبوط ضغط الدم عن الدماغ بشكل عابر لمدة ثواني، ولذلك ممكن للإنسان يصير في عدم توازن ويروج وممكن يوقع. نعم. هاللياقة هي أو التأقلم هاد عند الصغار بالعمر هو أكبر كتير من الكبار بالعمر. الكبار بالعمر ما عندهم هالمطاوعة اللي موجودة عند الأعمار الصغيرة، ولذلك الكبار بالعمر بيصير عندهم هبوط توتر انتصابي أكثر من الصغار. نعم. وهذا الشيء بيخوفنا كثير، ولذلك نحن بننصحهم يقعدوا أول شيء من التسطيح، بعدين يوقفوا على مهلهم، أو أحيانا إذا كانت شديدة عندهم الأمور لازم يكون بجنبهم واحد يساعدهم، لأنه وقعة الإنسان الكبير بالعمر ممكن يعرضه لأذى نفسه وممكن يساوي لنا كسور له. نعم. وأسوأ كسر نحن بنشوفه عند الكبار بالعمر هو كسر عنق الفخذ يلي بيساوي لنا مشاكل كبيرة، وهذا تدبيره صعب شوي، وحتى الجراحة بالنسبة له ممكن تكون خطرة على حياة الإنسان. نعم. الكبير بالعمر، فالكبار بالعمر عندهم مطاوعة أقل من الصغار بالعمر، مع أنه هبوط التوتر الانتصابي يعني بيصير عند الكل، عند الكبار وعند الصغار. أما التدخين فهو عامل سيء جدا، وهو بيسيء للضغط، وهو بيرفع الضغط ما بينزل الضغط. لكن نحن لازم نحط ببالنا شغلة واحدة، أنه ما نلاقي لهم لهدول المدخنين مبرر أنه يدخنوا ليرتفع ضغطهم، لأنه التدخين مو أنه بيرفع الضغط بس، للأسف هو سم، بسم كل خلية موجودة بالجسم من أعلى الرأس إلى أخمص القدم. نعم. هو مو بس بيخرب الرئتين وبيساوي التهاب قصبات مزمن وبيساوي زلة ولهتة، كمان هو بيأثر على الشرايين وبيسكر الشرايين، وهو واحد من أهم الأسباب التي تؤدي لرفع الضغط. نعم دكتور، يعني نحن بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، واكيد بنتمنى من كل حدا ما يستقل باي عارض بصير معه فورا يستشير الطبيب المختص. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا لك دكتور مره ثانيه، واكيد زينب بدنا نتمنى الصحه والسلامه لجميع الناس، وبهي الظروف اللي بترفع الضغط يكون الواحد ريلاكس شوي ويحاول يستوعب كل شيء عم بصير. تمام. اكيد. شكرا لك دكتور.